السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي الواحد بيهتم بيها هي موضوع تطبيق البيم في الشركات وفي الدول، وإن الأشخاص يتعلموا موضوع البيم. فالواحد بيبدأ يشوف إيه أهم النقط اللي ممكن نقيم بيها الناس أو نقيم بيها الشركة، والقصد إن إحنا نطور في نفسنا. فلازم نكون صادقين مع أنفسنا، ما تقولش لا أنا سهل 100 سهل 100 سهل 100 وتلاقي نفسك 100% وفي الآخر مفيش حاجة خالص. فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل تقييم كده للاقسام بتاعت الشركه. في حاجات طبعا مشتركه بينهم كلهم، في حاجات بتختلف بين التكييف وبين المعماري وبين الانشائي وهكذا، تمام. فاحنا بنحط بعض النقط وبنبدا نقيم، نشوف القسم نفسه هل كل اللي فيه مثلا بيعرفوا يعملوا شتات، بيعرفوا ان هم مثلا يرسموا الاجزاء معينه من الشغل، بيعرفوا يعملوا الحسابات الخاصه بيهم على برامج البيم ولا لا، وهكذا. ونبدأ نعمل التقييم للموضوع، ومش القصد معاقبة حد أو مكافأة حد قد ما المقصود نعرف احنا فين ورايحين فين، ونبدأ نشوف ايه الحاجات اللي هي واخدة أرقام قليلة ونبدأ نركز عليها في التدريب بحيث إن المستوى يعلى. يعني لو لقينا الناس مثلا عندهم مشكلة في الطباعة أو عندهم مشكلة في التصدير، بيصدروا أكيد بس بتطلع الإيرادات مش مظبوطة، فبنبدأ نركز على الموضوع دوت الفترة دي بحيث إنها توصل ل100%، بحيث ان اللي يشوف اللوحة الخارجة من الريفيت ما عرفش دي معمولة في البيم ولا معمولة في الكاد. فدي بعض النقاط طبعا بتختلف من شركة لشركة، كل شركة بنقعد معاها بنشوف ان في بعض النقط المفروض نضيفها، بعض النقط المفروض نشيلها. يعني ممكن كل شركة مفيهاش معماري، فخلاص بنبدأ نشوف بقية الأقسام وهكذا لحد ما نوصل ان احنا كل الأقسام شغالة زي بعض وكلهم على أعلى مستوى وكلهم يقدروا يديروا أو يقدروا يطلعوا شغل مظبوط.